متابعينا في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل الخير. نهار اليوم الاثنين شهدت مناطق جنوب غرب المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي هطلت على إثرها زخات رعدية من الأمطار، أما باقي مناطق المملكة تشهد ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء حارة إلى حارة جدا. نسرد إياكم من درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. فترة السحور 23 مئوية، نسبة الرطوبة 9% وأجواء صافية، سرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. أما الآن نستعرض إياكم كالعادة درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة لنهار غد الثلاثاء. شمال السكاكو بتسجل بين 36 و26 مع أجواء حارة، عرعر أيضا بين 36 و25، وتبوك بين 36 و24، ودرجات حرارة متقاربة جدا في هذه المناطق الشمالية وأجواء حارة جدا. أما الآن مع المناطق الغربية والمدينة منورة بين 38 و27 وغيوم متفرقة، مكة المكرمة بين 39 و28، والطائف بين 28 و21، جدة بين 33 و29 درجة مئوية وأجواء غالبا صافية. أما الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الجنوبية الغربية وأبها 25 نهارا 17 ليلا واحتمالية لهطول زخات الأمطار رعدية، الباحة بين 25 و18، وجازان 35 نهارا 28 ليلا وغيوم متفرقة في منطقة جازان. ننتقل إلى المناطق الشرقية والدمام بين 34 و25، الإحساء بين 37 و22، حفر الباطن بين 36 و24 درجة مئوية وأجواء غالبا صافية. أخيرا ننتقل إلى المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض 36 نهارا 23 ليلا أجواء غالبا صافية، بريدة بين 35 و22، وحائل أجواء صافية 33 نهارا و20 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.